من مقبرة وادي السلام، المقبرة الأكبر بالعالم، من قرب جوار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. اليوم رجعت لكم بحلقة جديدة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. اليوم متجهين إلى قبر من أهم القبور اللي موجودة مقبرة وادي السلام، هو قبر الفنان فؤاد سالم اللي موجود بالبوابة رقم 10. كل هواي من عندكم طلبوا من عندنا أن نوصل إلى قبر الفنان فؤاد سالم ونصوره وننزله على قناة اليوتيوب. اليوم قدرنا نوصل إلى مقبرة وادي السلام ونتجه إلى قبر الفنان فؤاد سالم اللي هو موجود بالبوابة رقم 10. راح نحكي لكم شوية عن حياة الفنان فؤاد سالم. هو فنان عراقي، هو واحد من رواد الأغنية العراقية في السبعينيات. اسمه الحقيقي فالح حسن جاسم آل بريج، من مواليد محافظة البصرة قضاء التنومة عام 1945 ميلادية. عاش معظم حياته في الغربة، وهو متزوج من بنت عمه وله منها 4 أبناء وبنت واحدة اللي هي الفنانة والممثلة المعروفة نغم فؤاد. ويجيد فؤاد سالم الغناء من الأطوار الأبوذية، الشطيت والشطراوي والغافلي والحياوي والعياش والملائي واللامي، إضافة إلى تمييزه من الغناء البغدادي. بدأ الغناء في عام 1963 ميلادية، وكان متأثرا بالمطرب العراقي المشهور الكبير ناظم الغزالي، وكان يغني في الجلسات الخاصة بمحافظة البصرة وفي نادي الفنون الذي أسسه ورعاه مجموعة من الفنانين والشعراء والكتاب البصريين. فكان أول ظهور علني مع أول أوبريت غنائي عراقي بيادر الخير في بداية السبعينيات، الذي أنتجه نادي الفنون بإمكانيات متواضعة، وكان من إخراج الفنان قصي البصري. وأخيرا وصلنا إلى قبر الفنان فؤاد سالم. السلام عليكم أعزائي المتابعين، اليوم رجعت لكم حلقة جديدة. حلقتنا هذا اليوم جايين إلى قبر الفنان فؤاد سالم، تعالوا ويانا حتى أنتم أيضا تندلوا. ظهر الفنان فؤاد سالم أول مرة على شاشة التلفاز عام 1968 ميلادية في برنامج وجه لوجه، وقد تبناه في بداية الأمر عازف القانون الفنان سالم حسين، وهو اللي اختار له اسم فؤاد سالم اللي اشتهر به، وكذلك هو اللي لحن له أول أغنية في حياته الفنية وهي أغنية سوار الذهب، وكانت من كلمات جودة التميمي، ثم غنى أغنية مبدينة للفنان محمد نوشي عام 1975 ميلادية. الفنان فؤاد سالم خرج من العراق لأسباب سياسية، حيث اشتدت الحملة ضد أصحاب الفكر الشيوعي ووصلت ذروتها. وأخيرا وصلنا إلى قبر الفنان فؤاد سالم اللي هو فالح حسن جاسم الملقب فؤاد سالم مالكي، رحم الله من قرأ سورة الفاتحة مسبوقة بذكر محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. الفاتحة.
قبر الفنان فؤاد سالم. طبعا هواية من عندكم راسلونا ويردون قبر الفنان فؤاد سالم حتى اندليهم به، لان هواية من عندهم يردون يوصلونه حتى يقول سورة الفاتحة. قبر الفنان فؤاد سالم موجود بالمقبرة القديمة، بوابة رقم 10، اعيدها، بوابة رقم 10. تدخل بوابة رقم 10 تمشي مسافة ما يقارب 300 متر او 400 متر راح تدخل جوه، او تسأل هذول اللي يبيعون مي ورد راح يدلوك قبر الفنان فؤاد سالم موجود بالمقبرة القديمة. القبر مالته صاير داخل المقبرة، يعني مو على الشارع. مخلي لهم الصورة، هاي الصورة هي، بس الصورة هسه من الشمس ممسوحة لأنه صار لها ما يقارب 10-5 سنوات 6 سنوات أو أكثر، فانتهت من الشمس، حتى المعالم اللي موجودة بها اختفت، فلذلك ما حد يقدر يشوفها. اللي راسلونا اليوم قدرنا نوصل إلى قبر الفنان فؤاد سالم. أما بقية المشاهير والفنانين اللي يردون نوصلهم، هل يذكرون العنوان وين صاير بالضبط حتى نقدر نوصل لهم بسهولة؟ لأنه جاي نتعب ونتأذى لأنه ما حد يندفع. على سبيل المثال اليوم قبر الفنان فؤاد سالم، يعني اللي نسألهم قسم يقول بالجديدة هناك فتحة ساتة ما أدري خامسة، قسم يقول على جهة سيد سرور، قسم يقول على جهة بير عليوي، وقسم للناس كل من يعطيك العنوان شكل. فإحنا جاي نتعب ونتعذب يلا نقدر نوصل إلى الفنان اللي أنتم تردونه. أتمنى تقدرون تعبنا هذا وتسوونا دعم للقناة من خلال مشاركة الرابط عبر الأهل والأصدقاء والأقارب حتى تصعد القناة ويصير تفاعل بالفيديو، لايكات بالفيديو حتى يطلع للناس، حتى الناس أيضا تندل وتقدر توصله بسهولة. يعني جاي ألاحظ ماكو تفاعل، ماكو دعم للقناة، يعني ناس جاي بس تعلق تعليقات سلبية، ما يخالف تعليقات سلبية بس خلي يكون منصف، يعني يقول أنت جاي تصعد براس الميت، جاي ما أعرف إيش. يا أخي إحنا ما جاي نصعد براس الميت، إحنا جاي نلبي طلبات المتابعين اللي يطلبون من عندنا أن نوصل لقبور للفنانين اللي الناس تحبهم، الناس اللي تريد توصلهم وتندلهم، المشاهير أيضا. فإحنا جاي نتعب وجاي نتعنى وجاي نوصل إلى القبور اللي أنتم تردون. فأتمنى أن تقدرون هذا التعب، أتمنى أن تسوون لنا دعم للقناة حتى تصعد القناة، حتى الفيديو يصعد للناس والناس تقدر تجي وتوصل للفنان اللي هم يردوا ويوصلونه بسهولة. مثل ما تلاحظون اليوم احنا بالمقبرة القديمة، مقبرة وادي السلام، بوابة رقم 10، يم قبر الفنان صالح حسن جاسم اللي هو فؤاد سالم، موجود بالمقبرة القديمة بوابة رقم 10. جاي ندليكم وجاي نصور دليل للقبر من بداية الشارع إلى أن نوصل يم القبر حتى أنتم تشوفونه. جاي تعلقون وتقولون أنت ما جاي تدلينا، ما جاي تصور من بداية الشارع. أنت لو متابع بداية الفيديو وشايفه وما شوية كان ما حكيت هذا الحكي، بس أنت ما جاي تتابع الفيديو. هسه احنا سوينا لكم دليل من بداية الشارع إلى أن وصلنا إلى قبر الفنان فؤاد سالم. أتمنى أن تسوون دعم للقناة واشتراك بالقناة وتخلون لايك للفيديو حتى تصعد للناس، وانتظرونا بحلقة جديدة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.